هلو، فيديو جديد ودي روم تور جديده لسكن جديد. لو انتم ما شفتوش الفيديو اللي فات هتلاقوني شرحت فيه كل التفصيل، انا هنا قلت ونقلت فين والدنيا مش ازاي. فلو انتم ما شفتوش الفيديو ده هحط لكم هنا اي مكان شوفوه. دي الروم تور بتاعت الاوضه الجديده. انا عملت روم تور قبل كده للاوضه بتاعت السكن اللي فات، برضو هحاول انا احط لكم عشان عايزاكم بس تقارنوا ما بين هناك وهنا وتشوفوا الفرق وهكذا. وبس كده انا مبسوطه جدا الحمد لله، بجد مش بهزر، انا سعيده ومبسوطه جدا بالمكان اللي انا فيه الحمد لله الحمد لله. واتمنى ان ده ينعكس بالايجاب على الفيديوهات بعد كده، لان انتم ملاحظين انا جت صور تاني عماله اعمل حاجات حلوه. في فيديو كمان هينزل على الاغلب بكره، شوفوه برده، حاجه برده علاقه بالاوضه هينزل بكره. تعالوا نبدا في الفيديو. يلا بينا. شاي اخضر، اعمل لكم حاجه تشربوها انتوا كمان تتفرجوا. هيفرق معاكم ايه؟ هلو. اول مكان ابدا منه وهو الباب. زي ما انتم شايفين جنب الباب على طول في الدواليب. دي ديد مي ديرتي في حكايه الدواليب دي. انا كان المفروض يبقى ده الدولاب بتاعي اللي هو رقم 4، كان المفروض يبقى ده، ولكن لما جيت لقيت الدولاب ده في حاجات، الدواليب كلها في حاجات ما عدا الدولاب اللي هو جنب الباب اللي هو ده، هو اللي فوق. مع ان ده مش المفروض دولابي، المفروض كل حد ليه رقم، بس عادي صار بجديد. انا مش عامل مشكله الموضوع، ما عنديش اي مشكله ان انا اخد الدولاب ده وخلاص والدنيا تمشي. هقول لكم ليه كل الناس بتسيب الدولاب ده، لان انت الدولاب بتاعنا هنا اهو، لما بيتفتح كده وحد بيجي في اي وقت يفتح الباب تلاقيه بيخبط في بعض. وده حصل فعلا وانا موجوده، لان كنت فاتح الباب وطنط بتاعت اللي بترتب الدور وكده جت فتحت الباب فعلا وجرحت الدولاب مننا تجريحه جامده جدا. فانا فاهمه هم ليه كلهم تخلوا عن الدولاب ده وسابوه لحد تاني، واكيد يمكن ما كانوش فاكرين ان في حد هيجي من السرير زياده. ما علينا، بس اول حاجه بتشوفوها فعلا هي الدولاب. تعالوا اوريكم الدولاب عامله ازاي. اول حاجه الدولاب هو دولاب عادي، في فوق مساحه تخزين هقولها لكم دلوقتي. بس احلى حاجه موجوده فكره الشيلفز اللي تحت دي بتاعه الجزم. الفكره دي فظيعه بجد، مستغربه جدا، لان انا في الاوضه القديمه كنت بطلع احط الجزم بتاعي تحت السرير والموضوع ما كانش حلو خالص، سواء في تطليعها او في انها مش بتاخد التهويه المناسبه ليها، فالموضوع مش حلو. فدي حاجه حلوه جدا، هي جنب الباب على طول، تدخل تقلع الكوتشي تحطه وتلبس السلابر بتاعك وخلاص على كده. الدولاب من فوق زي ما قلت لكم في مساحه تخزين، دي بتاعتي. الدولاب ده هو هي حاجه فاجئتني، بس هي المفاتيح ما كانتش من السكن، احنا اللي بنشتري القلب تقريبا، احنا اللي بنشتريه كان ب 30 ليره، والمفروض في حد تكنيسيان بيجي يغيره، بس انا ما استنيتش التكنيسيان يجي يغيره لان هو عباره عن مفك بتفكه وخلص على كده، فانا غيرته لنفسي. فهو ده المفتاح الجديد. في فيديو انا لسه مصوراه هينزل بكره على الاغلب، كنت برتب معاكم الدولاب ده، شكله الدولاب من جوه. اعتقد في الصيف الدنيا هتبقى احسن من كده، لان الشتا الهدوم الشتا واخد كل حاجه. فده الدولاب من جوه، انا هنا تحت حاطه البناطيل والحاجات دي، لما تشوفوا الفيديو بتاع بكره هتفهموا. وهنا الهدوم بتاعت الخوج، وفوق الجواكت، وورا الباب هنا برضو حاطه بلطوهين شتوي والجاكيت اللي انا بنزل بيه تحت دايما عشان في زونته واسع. وفي الباب هنا الشمسيه وكاب، وفي شويه اكسسوارز ورا العلاقه دي. فده الدولاب من جوه. انا هنا الهدوم الخوج بتاعتي بس، هوريكم الهدوم بتاعت البيت دلوقتي انا حطاها فين. دلوقتي الباب اهو، لما بتدخلوا من الباب كده الدواليب اهي، دي اول فتحه عليا منكم اول ما تدخلوا. الفتحه دي بتوصلنا للحمام وللشاور. انا مش عارفه صوتي كويس، انا بس اتمنى ان هو يكون ظاهر لكم كويس. تعالوا كده. اوكي، اول حاجه جامده جدا دي منشار للهدوم وللفوط. انا الفوطه بتاعتي الباقيين بتوع البنات التانيين، بس ده سخن، فهو دايما يعني ممكن تعلقوا عليه هدوم تنشف جوه، وممكن تعلقوا عليه فوطكم انها تنشف طول الوقت. دي حاجه كويسه جدا، ان انا السكن القديم كان دايما الفوطه بتاعتي مبلوله، فدي حاجه كويسه. اول ما بتدخلوا في هنا بابين، اول باب في التويليت، هو تويليت ستاندرد عادي بس بصراحه نظيف كويس، في باسكت زباله ما فيهوش اي حاجه، النور بتاعه برضه كويس تمام. انا مش عارفه ايه العلاقات اللي في الباب من جوه، مش عارفه ممكن بيغيروا هدومهم من هنا منشور. فهو يا تويليت حلو جدا بجد، مش بهزر، حلو جدا ونظيف، فدي حاجه كويسه. والاضاءه بتاعته برضه كويسه، فدي حاجه كويسه. واحسن حاجه ان هو دي الباب بتاعه عشان لو حد بياخد شاور ملوش دعوه بالده، فاهمين؟ فدي حاجة كويسة ان هو ليه الباب بتاعه. الباب التاني بقى هو باب الشاور برضو، وهو ده من جوه. هو زي ده، انا مش حابة اقول لكم بس عشان في حاجات للبنات جوه، هو زي التاني بالظبط، سيراميك وكل حاجة، بس فيه هيد بتاع شاور وخلاص. بس انا مش حابة اوريه عشان في حاجات لبنات تانية يعني. ف
يعني. بس هو شجر عادي برضه ليه قفل وبرضه حاجه منفصله. احلى حاجه بقى هنا في فانيتي، شايفين؟ مش باين طبعا. في فانيتي هنا انتو او في مكان بيتفتح فيه دولاب فيه حاجات، وفي برضه تحت دولاب بس دي فيها منظفات، وفي حوض ومرايه. دي المكان بتاع المذاكره، في دولاب خامس انا هقول لكم برضه. ده المكان بتاع المذاكره فيه المكاتب وفي حاجات بتاعت مذاكره. ده في هنا دولاب خامس لان الاوضه فيها خمس افراد، وفي هنا جنبه المرايه بتاعتي. وده انتو انا حاليا حطاها على الكرسي ده، بس انا ناويه ان انا اجيب ستول صغير عشان ما تاخدش مكان، لان الباب بتاع الدولاب ده مش هيتفتح. وفي نفس الوقت انا مستنيه لما البنات اللي معايا يجوا عشان اخد رايهم فيها، عشان هما مش حابين وجودها انا هشيلها اكيد. فيعني المرايه معايا بقى لها سنين طويله، سنتين، فكنت حابه انها تفضل هنا لانها كويسه جدا. بعد كده لما بتروحوا للناحيه دي ده المنظر بتاعكم. هنا في اربع مكاتب برضه مترقمين، بس انا برضه المكتب بتاعي في حد واخده، فهم برضه مترقمين. وفي شباك في الاخر. الارضيه هنا لو انتوا لاحظتوا خشب، مش سيراميك زي الجزء اللي بره، لان اعتقد عشان هي مكان للمعيشه وكده. ما علينا يعني. الحتت اللي فوق دي فيها مساحه تخزين، في هنا كومبوننت دول، وفي دي لما بتتفتح برضه فيها ظرفتين. بس هما جايين اي مش هيبانوا من عندهم، بس هما لان في ظرفتين هنا، وهنا في درج برضه، والكرسي والمكتب. بما اني زي ما قلت لكم انا المفروض ان رقم اربعه ده بتاعي، بس انا لقيت في حاجات متاخده، فما حبيتش ان انا يعني العب او حاجه حد. انا مش عايزه اغير النظام بتاعهم يعني، بجد مش عايزه اعمل اي حاجه تبوظ الدنيا بتاعتهم. فانا لقيت ده اللي فاضي، هو والضلفه دي، فدي ودي، فاخدتهم حطيت فيهم حاجتي. دي هنا البوكس ده، فاوريكم في ايه. في الحاجات بتاعه الاكل، وفي مشروبات، شاي اخضر، شاي نسكافيه، وفي المعلقه والسكاكين والحاجات بتاعت المشروبات. بس انا ما حبيتش انها تكون يعني معوضه او كده، ما حبيتش الفكره دي، فحطيتهم جوه البوكس الحلو ده وبحطهم هنا. هنا جنبهم في الكتب بتاعتي، في الاقلام. الحركه دي انتوا شايفينها، دي فتحه كده كانت موجوده في المكتب، فانا حطيت فيها الرينج لايت بتاعتي عشان لما اجي اصور لكم فيديوهات او اطلع لايف. انا حابه اقول ان اطلع لايف من هنا، فهطلع من المكان ده احط الموبايل بتاعي هنا واصور لكم من هنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني الفتره الجايه. احلى حاجه بقى في المكان وهو الشباك، في شباك هنا وفي شباك جوه. بجد يا جماعه شايفين المنظر عامل ازاي؟ تحفه. والشباك كبير على عكس الاوضه القديمه. وفي طبعا هنا دفايه، والارضيه ذات نفسها متدفيه زي ما قلت لكم. في ناس ثانيه حاطين حاجاتهم بره يعني، البنوته دي حاطه كده. انا ما حبيتش المنظر ده بصراحه يعني. ف يا ده شكل البتاع تحفه، بجد المنظر تحفه. وده الباب الثاني، ثانيه عايزه اقول لكم زي الباب اللي بره بالظبط برضه. فكره حلوه قوي عشان لو حد نايم وحد بيذاكر او حد مثلا بيغير، حد نايم ما يبقاش فيه ازعاج، فدي فكره حلوه جدا جدا. اتمنى ان هم يطبقوها بس ويكون الباب فعلا بيتقفل. فبنفتح الباب ده، دي الجزء بتاع النوم. السكن ده في العاده كان المفروض اربع اشخاص، ولكن من بعد فتره الكورونا وان في ناس كتير ما اتخرجتش في الفتره دي، في ناس كتير قعدت، فعدد الاتراك تزايد قوي زياده عن اللزوم، فاضطروا ان هم يخلوا عدد الاوضه من اربعه لخمس افراد. فعشان يحلوا المشكله دي في سرير منهم بقى سرير دوين، وده اللي انتم شايفينه وراكم ده سرير دوين. واللي من حظي ان انا كنت واحده من اللي واخده السرير دوين اللي هو السرير اللي تحت. لما مش مشكلة، مش متضايقة خالص من الموضوع، بالعكس الحمد لله تجربة جديدة انا عمري في حياتي ما نمت في سرير دورين. ممكن المشكلة الوحيدة بس حتة التخزين، لان السرير العادية بتفتحها بيبقى في مكان تحتها للتخزين. طبعا السرير ده ما فيهوش اي حاجة، لان هو كله على بعضه بلوك واحد خشب. بس الحمد لله انا مش متضايقة، بالعكس ممنونة جدا وتجربة جديدة. زي ما كنت بقول لكم المفروض ان السرير بتبقى الستايل ده اللي هو الستايل العادي، وده لما كنت في الميلي بانجو كان دي السرير بتاعتنا. السرير ده لما بيتفتح بيبقى فيه مساحه تخزين تحته، اكيد انا مش هفتحه لان دي مش سريري، فمش حابه ان انا جاي جنبه اصلا. وهنا في ثلاجه، هي اصغر من اللي في الميلي بانجو ولكن عادي شغاله يعني. وبعد كده بتيجوا الناحيه دي في السرير بتاع البنت الثالثه، وهنا هو السرير الدورين بتاعي. انا ما اعرفش البنت اللي فوق، بس هي في بنت فوق، عشان احنا هنا فردين وهنا في فرد، فالكومودينو حاطينه فوق بعض كده بطريقه مستفزه، لان انا المساحه المتاحه لي استخدامها، شايفين المج والحاجات دي المساحه بتاعتي بس اللي انا متاح لي استخدامها، فدي مش حاجه حلوه. بس to be honest يعني to be fair، الكومودينو بتاعهم ده بياخد حاجات كتيره جدا، انا مش قادره اوصف لكم. انا في حاجات يعني الكومودينو القديم بتاعي ما كانش واخد حاجه خالص. الكومودينو القديم بتاعي كل الحاجات اللي كانت فيه واخده اول درج بس من الكومودينو ده.
ومدول الاثنين اللي تحت واخدين حاجات تانية كتير جدا جدا مش بهزر بجد، واخد حاجات كتير جدا، فدي ميزه هسامحهم عليها. ده الاولاني بتاعي، ده بينجو البنجوان بتاعي، وده لايبان. مفيش اي مكان تحت السرير ان هو يتشال وتحط فيه اي حاجه، فانا هدومي البيت بتاعتي كلها هنا، او هدومي اللي هي السبورتس والشنط والكلام ده كلها هنا. فعشان احل الموضوع ده اشتريت دول، دول شنط قماش بتتفتح، عايزه اقولها لكم، عباره عن شنط قماش كده وليها سوسته وبتتفتح وبتدخل وتحط فيها الحاجات. انا حاطه ثلاثه هنا، اتمنى البنت في السرير اللي فوق ما يكونش عندها مشكله مع الموضوع، وما تكونش هي كمان بتستخدم المكان ده بنفس الطريقه عشان يبقى زحمه قوي، ان هم يا دوبك واخدين حاجتي. هقول لكم تريكس حلوه قوي لاستغلال المساحه. انا مش عارفه الموضوع ده موجود في مصر اصلا ولا لا، بس انا هقولها لكم كده كده. دلوقتي انا ده السجن بتاعي اهو، مفيش مساحه كبيره حواليه، في باسكت زباله، ولكن باسكت زباله بعيد، وانا من الناس اللي دايما لازم يكون في باسكت زباله جنبي، لان ما بحبش خالص ان انا اكوم حاجات مش نظيفه في كل حته، بتقرف من الموضوع ده، فدايما لازم يكون في باسكت زباله جنبي. عشان احل الموضوع ده من غير ما اصحى منهم الاوضه باظه من النظام، قررت ان انا هجيب دي. ده باسكت فيه علاقه، المفروض ان هو بيتعلق في حاجه، يعني هوريكم، ده مش بتاعي، بيتحط كده وتقفل، هو مش باين اصلا. ما علينا، انا حطيته هنا هو كده، وانا حطيته هو دلوقتي فاضي عشان انا نظفته، بس انا هحطه هنا وش طبعا لبره، ولما بحب ان انا احط زباله بقوم احطها فيه. دي كانت الروم تور الاوضه الجديده، اتمنى انها تعجبكم، واتمنى بجد ان تكونوا شايفين فعلا انها ابجريد احسن بكتير من الاوضه القديمه بتاعتي. انا مبسوطه بيها الحمد لله وسعيده، وبجد زي ما قلت لكم انا جايه هنا عشان المحتوى بنسبه 50%، حابه ان المحتوى بتاعي يكون احسن. لو بتعزوا، انا ما كنتش بصور خالص في الاوضه القديمه، الاوضه القديمه ما كانتش حلوه خالص من وجهه نظري، ما كانتش مناسبه للتصوير، ما كنتش حابه خالص ان انا اطلع لكم في الفيديوهات، ولكن دلوقتي انا هصور من هنا كتير جدا، هحاول على قد ما اقدر انزل لكم كل يوم فيديو. فلو انتم متحمسين انتم تشوفوا اكتر، تعرفوا حاجات اكتر، وعلى فكره الفتره الجايه بجد هصور لكم اماكن تانية كتير، لان السكن هنا بجد ما شاء الله جميل جدا. هصور لكم المطعم اللي بناكل فيه، هصور لكم المبنى بتاع الاداره، كل الحاجات دي والجنينه وكل الكلام ده. فلو انتم عايزين تشوفوا اكتر تعرفوا اكتر، اعملوا سبسكرايب وبس كده. اتمنى الجوم تور تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك لو عايزين تساعدوا الفيديو ده ان هو يوصل لناس اكتر، وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. الى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.